مقابل دينارين بس شنو تقدر تسوي في بلاد الجزائر؟ أول ما توصل بتلقى مواقف واسعة وقريبة من الشاطئ، الرمل ناعم ونظيف والاهتمام بالمكان عالي جداً، وسيف البحر خالي من أي حصى أو أحجار يمكن تأذيك. جميع المرافق اللي تحتاجها موجودة، من حمامات، أماكن استحمام، أماكن لتبديل الملابس، وكذلك في جزء خاص تقدر تستأجر منه المظلة والكراسي لو ما يبت أغراضك وياك وبمقابل مبلغ رمزي. الشاطئ جزئين، عام مجاني وخاص تدفع مقابل استخدامه دينارين فقط. وعلى طول الشاطئ بتلاقي مطاعم وكافيهات تقدم لك المشروبات الساخنة والباردة، مثل كاريبو، دوز، فادريكرز، وإذا يعان بابا جونز موجود. وإذا كنت من عشاق الطائرة، السباحة أو التجديف ورياضات الشاطئية، فأنت في المكان المناسب. تجربة بلاج الجزائر كانت أكثر من رائعة، ومع دخول الصيف ضروري تزورونا.